اليوم رفعنا العلم، العلم اللي بنفتخر فيه. هذا العلم بيواجه بعض انتقادات، بس بدي وجه رسالة للحراك انه هذا العلم رفع سلطان باشا الأطرش لما دحر آخر جندي فرنسي، رفع بساحة المرج بالشام، ونحن ندحر آخر جندي إيراني وروسي وأسدي ونرفع هذا العلم بساحة الكرامة. هون بالساحة تعبير عن مطالبنا المحقة لكل شعب سوريا. نحن ما وقفنا غير وقفة حق، عم نطالب بحرية العيش الكريم والديمقراطية بالمجتمع، ما بدنا أكثر من هيك. يا سويدا يا أم الأحرار، يا بلاد الحرية، عطرابك يسقط بشار ويسقط حزب التحصيبي. والله ما خلنا ابد، يا ما حمينا جارنا، دم النشامى ما برد، يا مسافر تذكارنا. الله يا الفرد الصمد، قال يجهلوا مقدارنا، كم جيش خلينا بدد، اكفت فعل مغوارنا، شاهدنا صيدوق وشهد، لخراشة يوم انزارنا، المزرعة جاهوا العدد، جنب فعل ثوارنا،
لك زوروا على بيوتكم.